سو حبايب، الكروماتوغرافي هو نوع من انواع الكروماتوغرافي اللي ديبند على السيليكا جل، على الستيشنري فيس. احنا مثل ما اتفقنا انه كل ما نسمع كلمة كروماتوغرافي اذا معناته عندنا تو فيس، عندنا الستيشنري فيس اللي هو الطور الثابت، وعندنا الموبايل فيس اللي هو الطور المتحرك. على يا اساس اني اختار الموبايل فيس مالتي؟ هذه برنسبل بالكولوم، بالثين لاير، باي نوع من انواع الكروماتوغرافي اطبقها. على يا اساس اني اختار مالتي الموبايل فيس؟ اختاره على اساس الكومباوند اللي اني اريد اسوي له ايزوليشن او اوصل له بالاخير. اذا كان هذا الكومباوند مالتي بولر احط له موبايل فيس بولر، اذا كان مالتي الكومباوند نون بولر احط له موبايل فيس نون بولر. ومثل ما اتفقنا كلما زادت النمبر اوف ذا اوكسجين نمبر اوف ذا هيدروكسيل جروب اذا معناته صار عندي مركب بولر، اما كلما زادت النمبر اوف ذا كاربون اتوم معناته عندي المركب مالتي زادت النون بولاريتي مالته. مثل ما اتفقنا كذلك نسوي ريفيو سريع انه السيليكا جل مالتنا هي بولر، اذا معناته السيليكا جل راح تسوي اتاشت، راح تسوي باند او تسوي لينكيج او تسوي قاصره وذ البولر كومباوند اكثر مع النون بولر كومباوند. ليش؟ لان مبدانا احنا بالعقاقير مثل ما متفقين هو لايك ديسولف لايك. سو المركبات البولر راح تبقى عندي مشلبه بالسيليكا جل وتسوي وياها اتاشت. فالكولوم كروماتوغرافي حاله حال اي كروماتوغرافي، كذلك بي ستيشنري فيس كذا اللي هو يتمثل بالسيليكا جل، وبي الموبايل فيس اللي اني اختاره على اساس المركب. لو نجي نشوف هذا الفيديو القصير نشوف شنو معنات الكولوم. الكولوم بالضبط حاله حال اللي انتم شايفين البيوريت، اكيد كلكم شايفين البيوريت، فهو لايك البيوريت مثل ما تشوفون هذه التيوب اللي امامكم اللي هي هذه الجلاس، هو هذا الكولوم يستخدم for the isolation of the compound، اعزل بيه المركب مالتي. احنا مثل ما متفقين عندي نبات معين اقول انه بيه فلان كومباوند يشتغل for cancer for example، اريد اعزل بيه هذا المركب اللي يشتغل for cancer. سو اسوي له extraction اللي هو استخلاص، اوكي احصل الكرود، اجي هذا الكرود شو اسوي له؟ اعزل منه المركبات اللي اني احتاجها. باي ويتش ميكانيزم راح اسوي الكولوم كروماتوغرافي؟ الكولوم هو عباره عن جلاس لايك البيوريت مثل ما تشوفون، اكو بي سفنكتر او صنبور هنا بالاخير هذا نتحكم به انه نفتح ونسد. بالانواع القديمه من الكولوم كروماتوغرافي كانوا يضعون مثل ما نشوف هنا راح يضع كوتون اند ساند على مود ليس على مود يسمح اكبر كميه من البيوريفيكيشن تصير عندنا، لكن الانواع الحديثه اوريدي هي تحتوينا على فلتر منها وبيها، لذلك ما نحتاج نحط كوتون اور ساند. مثل ما تشوفون حط هنا كوتون ومن ثم ساند حتى يزيد لنا نسبه البيوريفيكيشن. هاي بالانواع القديمه، الانواع الجديده اوريدي هي بيها مالتها الفلتر. يجي هسه يحضر لنا السيليكا جل اللي راح نسوي لها باكت. شنو معنات باكت؟ معناته انه اني اضغط السيليكا جل انسايد هذا التيوب الجلاس، اسوي باكت فور ذا سيليكا جل. شنو معنات باكت؟ انه اني اضغط الستيشنري فيس مالتي انسايد هذا التيوب اللي هو الكولوم. شلون احضر السيليكا جل؟ عندي تو واي، الدراي واي وعندي الويت واي. طبعا الطريقه المستخدمه ان جنرال هي الويت واي. الدراي واي شنو هي؟ انه اني اختار السيليكا جل مالتي، طبعا كل سيليكا جل اكو مثل ما انتم شايفين بالمختبر
الثين لاير كروماتوغرافي لها نوع من السيليكا جل، إلى مش سايز، سايز معين كلش فاين يكون، يكون مش سايز مالته جدا فاين، ما نقدر نستخدمه نفس هذا النوع من السيليكا جل للكولوم كروماتوغرافي. ليش؟ لأنه إذا استخدمنا نفس السايز اللي نستخدمه بالثين لاير راح يصير باكين كلش قوي، والمركبات ما راح تقدر تمر ولا تنعزل خلال هذه السيليكا جل، اوكي، يسد لنا الكولوم. ولا نقدر نستخدم السيليكا جل اللي تكون السايز مالتها كبيره، لانه راح مباشره المركبات من نضيفها مو فوق راح تنزل عندي من جوا وذاوت اني ادفانتج، ما راح يفصل عندي اي شيء. لذلك لازم لما اسوي كولوم كروماتوغرافي اختار مش سايز مال السيليكا جل مالتي، يجب ان يكون مناسب للكولوم، لا يكون كلش فاين اللي هو نفسه للثين لاير اللي شفتوها بالتي ال سي وشفتوها بالبريباراتيف كلش فاين كانت، لان هذا راح يسوي لي باكن كلش قوي المركبات اصلا ما تقدر تمر. ولا اختاره لما يكون البارتيكل سايز مال السيليكا جل كبيره بحيث المركبات اصلا ما تفصل عندي، وشلون ما دخلت تطلع عندي مباشره. فاضيف السيليكا جل مالتي باي تو واي، يا اما اضيفها از باودر، هذه اسميها دراي واي، ومن ثم اضيف عليها الموبايل فيس الدراي واي هذه، ولكن الطريقه المستخدمه ان جنرال هي طريقه الويت واي، اللي هي احضر السيليكا جل بنفس الموبايل فيس، اركز بنفس الموبايل فيس اللي اني راح استخدمه، نفس الموبايل فيس اللي اني راح استخدمه لعزل المركب مالتي. فور اكزامبل موبايل فيس مالتي كلوروفورم ميثانول، نفسه احضر به مالتي السيليكا جل، ولما احضر السيليكا جل راح اسميها سلري بهاي الحاله، راح اسميها سلري، اوكي. بعدها ورا ما حضرت السلري اضيفه من فوق، اسوي له باكينج، اسوي له باكينج، باكينج يعني معناته انه انا اضيف السلري بالكولوم من الاعلى حتى يصير له باكينج، اثبته انسايد الكولوم. This solvent is known as the eluent. Here you can see a swell in the silica with the solvent before pouring it into the column very carefully. Again, a funnel should be placed in the neck of the column to assist with pouring. هذا حضر لنا هسه هنا السلري راح يبدي يضيفه. We'll need to occasionally swirl the beaker to ensure that the silica doesn't settle out in the bottom of the beaker. بقى عنده زيادة من السيليكا جل ما نزلت، راح يضيف لها الموبايل فيس مرة ثانية وينزله هنا. دي يسوي باكينج، دي يسوي باكينج للسيليكا جل اللي أصبح اسمها سلري لما نضفنا لها الموبايل فيس وحضرناها. ايش راح يبدي يسوي؟ يفتح السفنكتر الموجود عندنا جوا اللي هو الصنبور، يبدي ينزل الزيادة من الموبايل فيس. إلى أن نوصل إلى هذا الليفل، هذه السيليكا جل سوينا لها باكينج، السلري سوينا لها باكينج، ونوصل الى هذا الليفل انه الموبايل فيس يكون فقط 2 سنتيم على السيليكا جل. ليش ما نزلنا كل الموبايل فيس؟ لانه اوريدي راح تنشف عندي السيليكا جل وما راح احصل اي ادفانتج. لذلك يجب ان يكون الكولم لما ابدي انزل الموبايل فيس الزياده من تحضير السلري انزله الى حد 1 سنتيم فوق السيليكا جل اللي صار لها باكينج. ليش ما انزله كله؟ لان اوريدي راح ترجع السيليكا تنشف عندي وترجع باودر نفس ما كانت، وما راح نحصل الجول الاساسي اللي احنا نريده بالشغل.
الآن راح يحضر لنا الإكستراكت مالتنا اللي هو أوريدي مشتغلة قبل، أوكي؟ اللي هو الكرود. هذا هو الإكستراكت مثل ما تشوفون، هذا هو الإكستراكت اللي هو مشتغلة الكرود. اوكي راح يكون ناشف، ممكن يضيف له شويه نفس السولفنت اللي اشتغلها به. فور اكزامبل احنا دائما قلنا نشتغل بالايثانول لانه هو اكثر سولفنت سوليبل ويا كل شيء، راح يضيف له شويه ايثانول حتى يوضع، ومن ثم يضيفه للكولوم من الاعلى. لما يضيفه يجب ننتبه انه الاضافه تكون على الوول مال الكولوم، ما يكون دايركتلي لانه ممكن الموبايل فيس عندي يبدي ما يتغلغل به الماده، لذلك نضيف على الوول وينزل على كيفه على السيليكا جل. ضاف عندي الاكرود، هذه الخطوة اللي هو ضاف بعد ساند على مود بيوريفيكيشن، احنا ما نسويها كذلك، نعتبرها انه ما موجودة عندنا. اوكي ومن ثم راح يضيف لنا اديشن من الموبايل فيز. لما نضاف كمية من الموبايل فيز بعد هذه العملية نسميها اليوشن. ليش نضيف موبايل فيز بعد فوق الاكستراكت مالتنا الكرود مالتنا؟ حتى يسرع لنا عملية الفصل، حتى المادة تبدي تتخلخل بالسيليكا جل، اوكي، وتبدي تنزل عندي. تفصل كل مركب حسب البولاريتي مالته، مثل ما متفقين انه احنا السيليكا جل هي بولار، اذا معناته المركبات اللي راح تشلب بيها السيليكا جل هي البولار كومباوند. سو عكس الثين لاير كروماتوغرافي، مثل ما احنا متفقين على البيز لاين دائما يبقى عندي منو البولر كومباوند، لان هي اللي تبقى لاطشه عندي على السيليكا جول، بينما يصعد عندي الاصباغ والالوان اللي هي الكلوروفيل. قلت لكم دائما هي فل وذ ذا كاربون اتوم، او اي مركب نون بولر يصعد عندي كذلك، لانه ما راح يكون بينه وبين السيليكا اتاج. كذلك الحاله هنا في حاله الكولوم كروماتوغرافي، المركبات اللي راح تبقى عندي مع السيليكا جل اتاشت ومشلبه بالسيليكا جل هي البولر كومباوند. راح نبدي نجمع الفراكشن، هذه تيست تيوبات ممكن نوصل حتى الى حد 100 تيست تيوب الى ان نوصل للمركب مالتنا. نبدي نجمع التيست تيوبات المركبات مالتنا. اول انواع المركبات اللي تنزل عندي من الكولوم كروماتوغرافي، طبعا نجمع 1 مول 1 مول، او ممكن حتى في بعض الاحيان نجمع اقل من 1 مول بالتيست تيوب الواحد. اول مركبات تنزل عندي بالكولوم كروماتوغرافي هي الالوان اللي هي النون بولر كومباوند. ليش؟ لانه هي النون بولر ما مشلبه بالسيليكا، فالسيليكا ماكو بينهم وبين هذه الكومباوند اي لينكيج، فتنزل هاي المركبات على راحتها، بتنزل باول تيست تيوبات. سو اني اول 5 تيست تيوبات اتوقعها هي كلها الوان وكلها الكومباوند اللي نون بولر.
فور اكزامبل مثلا اني الدواء مالتي او الدراج مالتي اللي يريد اشتغله اريد اشتغله فور ذا كانسر هو من نوع البولر كومباوند فور اكزامبل. اوكي، لذلك اتوقع بيا تيست تيوب، هل اتوقع بالفيرست تيست تيوب راح يطلع عندي لو مثلا بالتيست تيوب رقم مثلا 15 او مثلا رقم 10؟ اكيد راح اتوقع مو فيرست تيست تيوب، لانه فيرست تيست تيوب مثل ما قلنا قالت الدكتوره لانه السيليكا جل بولر راح تبقى مشلبه بالبولر كومباوند، اذا معناته مشلبه بالكومباوند مالتي او الدراج مالتي اللي يشتغل فور ذا كانسر. لذلك اول تيست تيوب راح يكون هو عباره عن النون بولر كومباوند بالاضافه الى الالوان. اوكي، اما اذا كان المركب مالتي هو نون بولر اللي انا اريد اشتغله فور ذا كانسر، فاني ابدي من اول تيست تيوب اتوقع وجود المركب مالتي ينزل ممكن مع الالوان بالواحد مول هذه. زين، شلون اكتشف انه اني فعلا هذا مركب ينزل بالوان مول؟ كل تيست تيوب اسوي له ديتكشن ويا ستاندر، اجيب ثري لاير كروماتوجرافي اللي هي تي ال السيليكا جل اللي اشتغلتوها بالمختبر سابقا، اجيب ثلاثه وارسم بيز لاين، احط ستاندر واحط سبوته من الواحد مل الموجوده بالتيست تيوب رقم 2 3 4 اذا كان مركبي نم بولر. اوكي، واصعدهم بسري موبايل فيز واشوف هل هو نفسه او لا باي ذا يوفي اذا كان ينقري جوا يوفي المركب مالتي، اما اذا كان ممكن ما اشوفه ممكن بالسبريري ايجنت اذا كان ما ينقري باي وات، لانه قالت الدكتوره ممكن اذا ماكو كروموفور جروب فهو ما ينقري اندر ذا يوفي. اما اذا كان مالتي الكومباوند هو بولر فاتوقع بالتيست تيوبات الاخيره ابدي اول تيست تيوبات اهملها وما احتاج اسوي لها ديتكشن باي ذا كومبير وذ ذا ستاندر على تي ال سي، وانما ابدي من التيست تيوبات رقم 7 8 9 اشوف تسوي ديتكشن مع الستاندر لهذه الواحد مول، اخذ سبوت من الستاندر سبوت من الواحد مول الموجود عندي بالتيست تيوب وابدي افحص هو مركبي او فور اكزامبل طلع مركبي تيست تيوب رقم 7، اذا معناته ابدي افحص من 7 8 9 الى حد اوصل ممكن رقم 20 ومركبي بعده دا ينزل. اوكي، مركبي بعده دا ينزل برقم 21 توقف عندي، ما عندي بعد اي ديتكشن بالتيست تيوب انه مركبي موجود. اجمع from 7 to 20 collect هذه التيست تيوبات واقول هذا مركبي اللي انا احتاجه، ابخر السولفنت وراح احصل على بيور كومباوند. So هذه البرنسبل هي الأساس للكولوم كروماتوغرافي. عملية نزول الموبايل فيس، كل ما يخلص الموبايل فيس أو يقرب يخلص أني أضيف أكثر موبايل فيس أسميه اليوشن، كأنه أني دا أغسل دا أسرع. ليش؟ لأنه كل ما ضفت موبايل فيس من فوق راح يبدي يزيد عندي الجرافيتي. أوكي؟ راح يبدي يسرع عندي عملية نزول المركبات. يفضل أنه دائما الكولوم كروماتوغرافي يتم أنه إحنا نشتغل كونتينيوسلي بشكل مستمر منعوفة، أما إذا صار عندنا مثلا فور إكزامبل شغل أو أني ثينج لازم نعبي الكولوم بالموبايل فيس ما نبقي السيليكا ناشفة ونغلقها من فوق ونروح نكمل هذه، المهم انه ما نتركه ناشف للكولوم. هذه هي الاساسيه فور ذا كولوم كروماتوغرافي. بالضبط هي نفس البرنسبل تبع اللاير، لكن المركبات اللي تنزل عندي بالبدايه هي النون بولر كومباوند.
هسه نروح على محاضرتنا حبايب. الكروماتوغرافي يستخدم for isolation and purification حبايب. It is not just for the isolation. يستخدم for the isolation of the compound لأنه أنا حصل one pure compound. Okay. ويستخدم for the purification مثل ما اتفقنا إنه like any other chromatography it is contain stationary phase and mobile phase. الستيشنري phase مالتنا يكون السيليكا جل with mesh size اللي هي between the 100 to the 200. ما استخدم لا اقل اللي هي الفاين باودر استخدمها for 63 هي تكون حالة الثين لاير لانه راح يكون كلش فاين والمركبات ما راح تقدر تفصل عنها ولا اكثر من 200 اللي هي ال 300 وفوق هذه راح اوريدي المركبات تنزل من عندها دايركتلي وما حصل اي فصل. الموبايل فيس مالتي اختاره according to the compound اللي اني اريد افصلها. اوكي؟ هو نفس الموبايل فيس اللي احضر به السيليكا جل السلاري. قلنا السيليكا جل لما احضرها وانا اسوي لها preparation with the mobile face اسميها سلاري ومن ثم اضيفها للكولوم under the name of the packing. الانسترومنت مالتنا مثل ما شفتوها هو لايك البيوريت هو عباره عن زجاجه وبيس فليكتر من تحت. الميكانيزم اوف ذا سيبريشن بالكولوم كروماتوجرافي هي نفس ما تعلمتوا بالثين لاير هي الادزوربشن ميكانيزم. شنو معنات ادزوربشن ميكانيزم؟ معناته عندي السيليكا جل راح تسوي اتاش للبولر كومباوند وتخلي النون بولر كومباوند هي اللي تنزل اول شيء باول تيست تيوبات اول فراكشنات. التيست تيوب لما ابدي اجمع به 1 مول 1 مول هذا اسميه فراكشن. عمليه اضافه الموبايل فيس من فوق حتى اسرع السيبريشن اسميه اليوشن. There are different type of the elution. يا أما simple elution اللي هو شنو معناته؟ معناته أستخدم الموبايل فيس نفسه أوكي مرة واحدة continuously خلال كل عملية تجميع الفراكشنات عندي 100 تيست كيوب أستخدم same mobile face. النوع الثاني من الاليوشن هو الفراكشنال أو stepwise elution. ابدي اشوف طبعا هذا احنا ما نلتجئ له لا هو ولا الجراجويشن لان انت اوريدي ولا الجراجوال لانه انت اوريدي يجب انه تكون محدد نوع الموبايل فيس اللي انت فايدك بحاله المركبات مالتك. اوكي؟ نقول انه ما قمت تحصل المركب مالتك توقعته بالتيست تيوب رقم 15 ما بدا يطلع الا التيست تيوب رقم 20 25 ابدي اغير الموبايل فيس. اوكي؟ يا اما اضيف الى ووتر ممكن ازيد بولاريتي اوكي اضيف له مثلا فور اكزامبل ميثانول ازيد بولاريتي اني ثينك ممكن ازيد بولاريتي لانه شنو ممكن تكون السيليكا جل كلش مكلبه بالكومباوند مالتي وما ينزل ليش؟ لانه لايك ديسولد لايك بولر مع بولر فاضيف اني موبايل فيس اكثر بولاريتي من اللي كنت مستخدمه حتى افتح هاي اللينكيج اللي بين السيليكا يسوي لها بريك داون بين السيليكا والكمباوند ويجلب هو الموبايل فيس مالتي بالكمباوند وينزله. الباكينج اوف ذا كولوم شنو معناته؟ قلنا معناته انه انا شلون راح اضيف السيليكا جل الى الكولوم يا اما اضيفه بالدراي ميثود او الدراي ويت انه دايركت الوي اللي هي دايركت السيليكا احطها بالكولوم ومن ثم اضيف الموبايل ولكن الطريقه المستخدمه هي طريقه تحضير السلري اللي هي الويت ميثود. احضر السلري اوتسايد الكولوم ومن ثم اضيفه من فوق الكولوم واسوي له باكينج. التجربه اللي المفروض تشتغلوها بالمختبر اذا كان عندنا المركبات ان شاء الله هي على الالوان وستندس ان شاء الله راح تراويكم الكولوم موجود عندنا بالمختبر
وطريقة شلون راح ينفصل تنفصل به المرثبات. كل تيست تيوب اتوقع انه اني مركبي نزل به، فور اكزامبل اذا نون بولر اتوقع بالتيست تيوب رقم 3 4 5 اسوي له ديتكشن في اللاير كروماتوغرافي وراها اندر ذا يو في او سبراي ري ايجنت. اذا مركبي بولر ادور من تيست تيوب رقم 15 او 10 على مركبي من الواحد مول اخذ من الكابيلاري تيوب سبوت، وسبوت من الستاندر اللي هو اصلا مثل ما قلنا مصنع بالشركات، واسوي له ديتكشن ايضا اندر ذا يو في موجود موجود، ابدي اسوي احسب من هذا التست تيوب مركبي موجود الى ان انتهي باخر تست تيوب اللي مركبي ما موجود به، ومن ثم اجمع هذه الفراكشنز كلها بالتست تيوبات من الرقم فور اكزامبل 15 الى رقم 25 واقول هذا هو مركبي. إلى هنا نهاية مختبركم حبايب، اللي عنده سؤال يبعث لي على الشات بوكس، اللي ما عنده سؤال يقدر يغادر الكلاس.